يسعدني مشاركتكم اليوم افتتاح الدورة الرياضية العربية 15 التي تحتضنها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمبادرة كريمة من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاحتضان فعاليات الدورة الرياضية العربية بعد انقطاع دام لسنوات والذي يتزامن مع عيد الاستقلال للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي نتقدم لها رئيسا وحكومة وشعبا بكل مشاعر الود والإعزاز لحلول ذكرى هذا اليوم المجيد. وها نحن الآن نقف على أرض الجزائر بلد الأمجاد والأبطال لنشهد انطلاق النسخة 15 من دورة الألعاب الرياضية العربية، آمنين من الله استمرار إقامة الدورات الرياضية العربية وتقديم كافة أشكال الدعم للشباب العربي لتحقيق آماله وطموحاته في الوصول إلى أعلى منصات التتويج ورفع رايات دولنا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.